صباح الخير. النهارده نرجع ادفانس شويه للميديت لودنج وميديت امبلانت بليسمنت، لانها لو اتعمل لها بلاننج غلط ممكن تؤدي لكومبليكيشنز كتير، وبالذات احنا بنتكلم على استاتيك زون. فهنا في كذا فاكتور زي ما احنا شفنا في اللكتشر اللي فات واللي قبليها بتاثر على الامبلانت بليسمنت، وهنعمل لودنج ولا لا، هل ينفع نعمل ايميديت بليسمنت ولا لا، لان التشويس اوف يور بلان او ان انت تاخد قرار اخلع وازرع في نفس الوقت especially في الانتيرير زون is not an easy choice، ولازم تبقى عامل planning كويس جدا وعامل patient selection كويس جدا، لان من غير الحاجتين دوت هتؤدي الى a disaster in your final result. ان انت هنا دلوقتي بتحاول to restore function and statics. فاحنا هنا نتكلم على ال immediate placement و immediate loading in a static zone. هنبص على بروتوكول كده، هو طالع جديد شوية لسه ما فيش عليه studies قوي، بس اي حاجه احنا بنعملها او اي تريتمنت بنعمله لازم يبقى ايفيدنس بيست. مش معنى ان حد قال حاجه في محاضره او شفت حاجه على النت او شفت حاجه في مؤتمر يبقى التريتمنت ده صح. لازم انت تشوف البيسز اوف التريتمنت ده في الريسيرش اتقال عليه ايه والايفيدنس اللي عليه ايه، وهل ينفع اعمله ولا لا. فاحنا لان المشكله عندنا دلوقتي في اوقات بيحصل ان انت شفت تريتمنت وشفت حد بيعمله او شفت صور او شفت حاله او فيديو وبتيجي تطبق التريتمنت ده، بس انت مش عامل patient selection صح. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان فور اكزامبل هنعمل immediate loading ل upper central ل patient، وال patient ده انت عارف ان هو البون كويس والسوفت تيشو كويس وكله، and this case is indicated for immediate loading، بس العيان قلت له ما ياكلش. على طبعا لما احنا نعرف ان لما نعمل immediate loading especially في الانتيرير اريا بنخلي crown out of occlusion، ده اللي هو بيبقى non functional immediate loading. يعني ايه non functional؟ يعني the crown that you restore is out of occlusion في الاسنتريك والاكسنتريك movements. يعني لما البيشنت يقعد الكراون زي ما احنا شايفين فور اكزامبل ده لازم ما يكونش لامس الاوبوزنج تيث، ولما يحرك اللور جو الانتيرير موفمنت لازم برضو ما يبقاش فيه اي كونتاكت على الاوبوزنج توث، بحيث احنا بنبعد عن اي possibility للاوفرلود او بريماتير كونتاكتس او حاجه انها تأفكت على السكسس اوف اور امبلانت. طيب انت قلت للبيشنت وبصيت على البيشنت والكلام ده كله، بس البيشنت سمعك من هنا روح ام جاي بساندوتش واكله ولا خيارايه ولا اي حاجه، وهي ديد نوت ليسن تو وات يو سيد، وبدا يستخدم التوث دي في التشوينج وفي الايه ديورنج هيز ايتنج، مع ان انت المفروض تكون قايل له ان هو ما يقطمش اي حاجه بالسن خالص وياكل سوفت دايت طول فتره الهيلينج بيريد اللي هي اول 3 شهور، لازم او على الاتليست شهرين لازم يبقى اولويز ان العيان ياكل سوفت دايت. سوفت دايت يعني ايه؟ يعني اكل ما فيهوش شون كتير. واوقات بعض الناس بيقول العيان انه ياكل لو عامل فول ارش ابر لور مثلا وايميديت لودنج بياكل ايه؟ اكل مضروب في الخلاط. ممكن توصل للدرجه دي ان هو ما يحتاجش يتشو قوي اي اكل عشان ما فيش حاجه جا مثلا ناشفه او هيشد بالسنان او حاجه فهتعمل فيلير للايه للامبلانت اللي انت ريستورد، وساعتها you did not give the patient the benefit ان هو يطلع بايميديت ريستوريشن وي سيف تايم في الثلاث شهور ان هو يبقى معاه حاجه تمبري يمشي بيها. لكن لو انت ما عملتش الكلام ده او ما قلتش للبيشنت then it's your mistake. طيب لو انا قلت للبيشنت والبيشنت did not comply او ممشيش مع اللي انت قلت له ده، هل دي غلطتك ولا غلطه عيان؟ في الحقيقه هي غلطه العيان، بس غلطتك انت ان انت عملت patient selection غلط. انت عارف ان العيان ده مهمل مثلا او مش هيسمع كلامك، يبقى ما تاخدش معاه ريسك وتبدا تعمل او تعمل له تريتمنت بايميديت لودنج كيس. الاحسن انت عارف العين ده مهمل ما بيخشلش اسنانه اورال هايجين بتاعه وحش هيروح ياكل عادي، فساعتها هتعمل ايه؟ ما تعملوش ايميديت لودنج، تبدا ان انت تاخد معاه البلان التاني. فاحنا هنا هنبص على اول كيس، عايزكم كده تبصوا على الكيس دي كويس وتبصوا على الميديكال كونديشن اوف ذا بيشنت الميديكال هيستوري. هنبدا نبص على اكزامبل جاي لنا بيشنت بابر سنترال، ولو تلاحظوا ان الابر سنترال ده سبلنتد مع النيبرنج لاترال عشان ات واز لوس في جري 3 موبيليتي. فالدكتور الكالبيتشيت الحاله عمل له سبلنتنج بس فور تمبوري سوليوشن لحد ما ايه اخلع له التوث دي و ابليس ان امبلانت.
انا اول ما شفت الكيس انا عايزك تاخدوا اكزامبل هاو يو شود تريت ا كيس اكوردنج تو ايفيدنس بيس. طب انا جالي الحاله دي لقيت انفكشن بريبكل انفكشن اكشلي، وهنشوف الكون بيم هل كان فيها بريبكل، وهنبص على كل ديتيل في التريتمنت ده، بحيث انا الهدف من المحاضره دي حاجتين: نهذا نقدر نعرف تريتمنت بروتوكول سهل ومينيمالي انفيزيف للبيشنت، بحيث ان احنا ايه نقدر نريستور الكيس وذ لس تروماتيك سولوشن، انا لس انفيزيف سولوشن. وفي نفس الوقت الجزء الثاني من المحاضره انت تقدر تعرف هاو دو يو تريت ا بيشنت اكوردنج تو ايفيدنس. طيب هنا عنده بريبكل انفكشن اكتف انفكشن، واكشلي اول ما شفت العيان لما كنت بدوس على السويلنج ده كان فيه باس بيطلع من السوكت. طيب انا دلوقتي عندي تو سولوشنز او اكشلي 3، يا اما اخلع السنترال ده واقول للبيشنت هنستنى الانفكشن دي تروح، نستنى شهر يكون السوكت ده قفل وي جيند تيشو هنا، السوكت هيحصل له هيلنج زي ما خدنا قبل كده، وقلنا ده بنسميه ايميديت ديليد، وقلنا الايميديت ديليد تريتمنت بتبقى 1 مانث افتر اكستراكشن، او ان انا اخلع واستنى 3 شهور لحد ما يحصل كومبليت هيلنج للريدج، وساعتها بيبقى اسمه ايه الديليد تريتمنت او ديليد امبلانت بليسمنت، او ان انا اخلع التوث دي and immediately place an implant. طيب يبقى كده في 3 سيناريوز، بس مش هحط كراون، انا هحط الامبلانت وممكن بقى امشي بيلنج ابارتمنت او اركب كفر سكرو وامشي بارشل دنشر. دول كده 3 سيناريوز. طيب السيناريو الرابع ان انا اكستراكت place the implant in the same day and place the crown in the same day. My temporary crown that the patient can leave ويقدر كده يستفيد ان هو زي ما دخل زي ما يطلع من الكلينك ما يحسش باي فرق. طيب اخد قرار اعمل which of the 4 scenarios. احنا خدنا examples قبل كده وخدنا basic signs how the socket heals، خدنا buckle plate والeffect على our decision، وخدنا how you can achieve او امتى تقدر تقول you can immediately place an implant لو عندك apical bone، هل هتعرف تاخد prime stability ولا لا. فانت المفروض تقدر تعرف او at least يبقى ليك choice في one of the 4 plans. اختار اني بلان من الاربعة، ان انا delayed placement ولا immediate delayed ولا immediate loading ولا هعمل immediate placement without loading. طيب عشان اقدر اخد قرار زي ده لازم اقدر اعرف the medical history of the patient الاول، واعمل good and thorough diagnosis للpatient ده. طيب الpatient ده عنده 54 years و he's not a smoker، فدي حاجة كويسة نعرف ان الهيلينج ان شاء الله هيبقى كويس. طبعا does not drink alcohol والهابتس ما عندوش اي هابتس زي مثلا بروكسر او نيل بايتنج او الحاجات دي. طيب الاول عشان اقدر حاجة تساعدني اخد قرار امشي باني of the 4 treatment protocols سواء immediate loading او immediate placement او immediate delayed او delayed، طبعا بعد ما اقدر انا اخد قراري لازم حاجة تساعدني من العين. افرض العين قالك مش فارقة معايا احط كراون ولا لا، انا كده كده متفرقش، يبقى مش ساعتها مش هبقى متجه الى الايميديت لودنج قوي، الا لو I'm sure in this patient can have an immediate loading restoration according to the case. طب لو هو الشيف كومبلين بتاعته زي ما هنا هو العين قال لنا، اول حاجه he cannot eat well عشان التوث دي is mobile و I'm afraid my front tooth will fail any time، هو خايف ان التوث دي ممكن تقع في اي وقت. That was his chief complaint، يعني هو جاي بيشتكي ان هو مش عارف ياكل وخايف ان السنه دي ممكن تقع في اي وقت. ايه توقعه بقى البيشنت؟ What does he expect؟ او هو جاي لك عشان متوقع هيطلع عامل ازاي او يطلع التريتمنت بتاعه عامل ازاي. هو بيقول او هو قال ان عايز السنه دي to be restored، بس هو he will not wear anything removable، يعني هو كان رافض انه يلبس اي removable restoration even لو temporary for one week حتى. هو قال انا رافض الموضوع تماما. طيب هتمشي على كلامه وتقول له خلاص مش هعمل لك حاجه temporary removable وانا هعمل لك immediate loading، ولا تشوف الاول الكيس دي كان بي immediate loaded ولا لا؟ اكيد طبعا هنشوف الاول الكيس دي كان بي immediate loading ولا لا، بس اكون حاطط في حسابي the chief complaint and expectation of the patient. هنبص بقى على clinical findings، ايه اللي احنا هنشوفه clinically. الاول عندنا mobility grade 2 to 3 للupper central ده،
وعندنا جينجيفال ابسس. طيب احنا عندنا حاجتين، عندنا موبيليتي اوف ذا توث وعندنا جينجيفال ابسس ريليتد تو ذا سنترال اند لاترال انسايزر، وما عندوش اي باست ميديكال هيستوري. طيب من الصوره دي اي هاف تو انفورميشن، او وان، واحده ان هي كلينيكلي موبايل. لو التوث دي از كلينيكلي موبايل يبقى نعرف ان ايه ممكن او وي اكسبكت ان البون اراوند ذيس توث في شويه ريزوربشن، وما فيش ممكن يكون في بون لاس اراوند ذيس توث اللي خلى يحصل موبيليتي للتوث دي. تاني حاجه عندنا جينجيفال ابسس، وزي ما قلت لكم لما بندوس على الابسس ده بيطلع ايه باس من السوكت، فوي هاف ان اكتف انفكشن. طيب اخد انا ديسيجن ان انا اقدر احط اخلع ان اكستراكت ان اكستراكت ان بليس ان امبلانت ايميديتلي وبوجود انفكشن ولا لا، ولا ابقى مور سيف واخلع واستنى على ما انفكشن ده يحصل له هيلينج خالص اند ذن بليس ماي امبلانت. ايه اللي هيقرر؟ الستاديز هي اللي هتقرر، مش انا ولا اي حاجه. وواحد اسمه وازدورب في 2010 عمل ستادي كان بيقيس السكسس ريت اوف امبلانتس بليست ان انفكتد سوكتس and non-infected sockets. لا حاجة غريبة قوي إن when you place an implant in an infected socket they have the same success rate as placing an implant in non-infected sites. بس في precautions لازم تاخدها. أول حاجة you have to clean the socket very well. لو في periapical granulation tissue أو في أي pus في socket أو في أي debris أو أي حاجة لازم تنظف السوكت كويس قوي، تعمل له كيروتاج بحيث when you place an implant you have a clean socket وعندنا absence of granulation tissue in the socket. فyou have to curettage the socket very well وتقدر تشوف with your own eyes البون اللي في socket وتتأكد ان في absence of granulation tissue. فدي اول نقطة، فyou have to clean this infection كويس قوي after extraction. تاني حاجة you have to prescribe للpatient antibiotics عشان antibiotics دي هتساعدك ان تعمل dissolution infection دي during the first 2 weeks of healing. والاحسن طبعا انه يبدا بالانتيبايوتيك 2 days before surgery. نبص بقى على، يبقى احنا خلاص عرفنا ان هنا وجود الانفكشن ده مش هيمنعنا ان احنا نبليس ان امبلانت، وجود الانفكشن ده بس هيخلينا ناخد شويه precautions واحنا شغالين، بس we will able to place an implant. نسينا نقول السوفت تيشو كونديشن، احنا خدنا اول ليكشر اتكلمنا على السوفت تيشو واتكلمنا على هاو تو دايجنوز السوفت تيشو وهاو تو سي اف ذير از جود كاراتينايز تيشو ولا لا، عشان ده اللي بيدي سيل للايه للامبلانت تريتمنت او الامبلانت ريستوريشن بتاعك. طيب لو بصيت على صوره زي دي، هل البيشنت ده السوفت تيشو عنده كونديشن كويس ولا وحش، وهل محتاج اي سوفت تيشو انترفيرنس او تريتمنت او سيرجيكال انترفيرنس عشان احسن nature of the soft tissue. لو بصينا على الصورة we have good keratinized tissue، ولو بصينا على الصورة اللي قبليها شايفين الميكو جينجيفال جنكشن فوق ازاي بعيد قوي. ف actually you have very high amount of keratinized tissue. كل ده keratinized tissue. كل ده keratinized tissue. ف we have thick ولا thin by type. This is something that will affect 100% your final aesthetic treatment. لو عندك thin by type يبقى you have to take some precautions وهنقولها في اخر lecture. طب لو عندي thick by type يبقى عندي more soft tissue نقدر يprevent collapse of the ridge أو يcounteract collapse of the ridge. طيب عشان أعرف بقى حاجة تانية تساعدني إن أنا أعمل immediate loading ولا لأ أو immediate placement لازم أعرف على ال bone condition، دي اللي هنشوفها من ال X-ray أو ال cone beam of the patient. فبصوا كده for 2 minutes. أنا عايزكم برضو إن أنتوا تحاولوا، الهدف من الكورس ده إن أنت ده كورس ادفانس، فانت you should be able to plan the case alone and then do your treatment alone. فاحنا